اللي كان متراجع في الكرة الركنية، لكن فرصة كبيرة جدا جدا كانت ممكن تمنح الأفضلية لزعيم الصغر في الدقيقة 51. ادي الغندور بيلعب كرة عرضية خطيرة، جول 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 بالمكر وبالذكاء، خالد الغندور يغالط جنش، غلطة الشاطر بألف وغلطة جنش بهدف في الدقيقة 52. لكن كان في بشاير، كان في بشاير، وعادي الفرحة الأولى، الفرحة الحلوة الإسكندرانية، فرحة الدقيقة 52، وخالد الغندور عايز يلعب كرة عرضية راحت، راحت في أجمل مكان وأصعب مكان على جنش. بص شوف الحكاية، الضغط الحلو من الديب، والديب جاب الحيل لكن قلشت، قلشت من وش رجل خالد الغندور، أجمل قلشة وأحلى قلشة على قلب الأسكندرانية وعلى قلب طارق العشري وعلى قلب عشاء سيد البلد زعيم الصغر نادي الاتحاد، بالكرة اللي راحت نحو الشباك واحتضنت الشباك علشان يتقدم نادي الاتحاد. أصدقائي في الدقيقة 52 على مودرن فيوتشر، واحد لا شيء، واحد لا شيء، وفرحة وسعادة تدلل لحضراتكم أهم